أنا مواطنة يمنية بسيطة أحمل الجواز اليمني الذي لم أشعر يوماً أنه خدمني لا في داخل البلد ولا خارج البلد. في أبسط الأمور أشعر بأن يحق للجميع انتهاكي، وأنا هنا يعني حالة يمكن التعميم عليها. أنا صحفية بالأساس وتعاطيت مع مختلف القضايا ومع مختلفة الانتهاكات، فأجد نفسي قريبة من الشارع ومما يحدث فيه، فكانت هذه كلها أسباب حفزتني أنني أنتقل إلى مرحلة مختلفة وأمارس عمل لم أمارسه من قبل، وهو على طاولة صناعة القرار. أنا هنا اليوم نتيجة لمعادلة بسيطة جداً. أولاً لأني فقدت ثقتي في كل الفئات والعناصر السياسية الأخرى، ولأني اكتفيت من مجرد إلقاء اللوم على الآخر. يعني وجدت بأنه من المناسب أنه نبدأ بتحمل المسؤولية الفردية تجاه ما يحدث اليوم من أحداث في اليمن تجاه المنتهك. وجدت بأنه حتى تتوازن العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتى نرسم يمن جديد علينا أن نكون مشاركين بقوة. علينا ألا ننتظر من الخطأ أن احنا ننتظر الآخر يفسح لنا المجال. لذلك رغم صعوبة فكرة الحوار الوطني، رغم صعوبة الجلوس مع الفرقاء السياسيين مع المنتهكين من الماضي، رغم العوائق الكثيرة التي لمسناها في خلال فترة عملنا البسيطة من حين بدأ المؤتمر، رغم أننا نعلم عن يقين بأن هناك الكثير ممن لا يريد أن يكون طريقنا سهلة ويريد أن تكون مليئة بالأشواك حتى لا نحقق الهدف المرجو من مشاركتنا، إلا أننا نناضل من أجل أن نصل إلى يمن يتقبل جميع الألوان والطوائف والمذاهب والأديان، أن يكون الجميع متساوي أمام القانون.